مشاهدينا الكرام مشاهدي واحلى متابعي قناه الصحه والجمال بشكركم شكر كبير النهارده يا ريت نكون استفدنا كل ام وكل اب كل متصلين النهارده قدروا يفهموا من خلال كلامنا مع الدكتور رساله صغيره من اختكم الصغيره نحب بعض قوي مهم جدا ان البنت تحس ان والدها هو السند والدهر مهم جدا ان الاب يكون له القرار هو وزوجته ان هم ازاي ياخدوا بايدين اولادهم لبر الامان مهم جدا ان الام تحتوي اولادها مهم انها تكون يا جماعه بالها طويل شويه ارجوكم بلاش ضرب الضرب بيدي لنتيجة عكسية في الآخر وزي ما هو اكتسب الضرب من حضرتك أو من حضرته هيطبقوا بعد كده في حياته مع أولاده فيما بعد فنرجو من حضراتكم أن أنتم تقدروا تفكروا مع نفسكم أو تقعدوا كده في قرارة نفسكم تقولوا إحنا جايين الدنيا دي كلها ليه اكيد علشان من ربي تربيه صح وتنشئة صح خصوصا اننا في فتره للاسف الانحدار فيها موجود الثقافه والتوعيه والتنوير للاسف في حاله انحدار شديد لابد من التعامل مع كل هذه الاساليب واتمنى فتره الكورونا والاجازه يا جماعه بلاش السوشيال ميديا كتير بلاش اللابتوب كتير بلاش 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 وخصوصا الاطفال الصغيره جدا اللي عمرها سنه وثلاث سنين وخمس سنين والكلام ده كله اتمنى يكون في توعيه اكتر من كده اسمعي كويس أوي لابنك او بنتك اسمع كويس أو لابنك الحضن والاهتمام والحب والخمس كلمات اللي هم الدكتور ذكرتهم في الحب اللي هم اللمسه والكلمه والوقت والمساعده والهديه مهمين قوي ان احنا نتناولهم مع اولادنا خلال فتره التربيه، يا رب كل ام وكل اب يكونوا بيسمعونا انا شخصيا بتمنى لكل حضراتكم ان انتم الحقيقه تستاهلوا كل خير، تستاهلوا انتم تيجوا الدنيا دي علشان تربوا تربيه صح ورسالتكم تبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى اكتملت على اكمل وجه، مش مهم اسيب لولادي كام وايه، بس مهم اسيب لولادي ثقافه وعلم وادب واخلاق في زمن الملك تحطمس بكررها تاني، نحن امه صنعت الاخلاق في زمن عز فيه الشرف، مصر علمت الانسانيه كلها للعالم كله، مصر علمت العالم كله يعني اخلاق وشرف وكرامه، ارجو من حضراتكم تكونوا استفدتم من حديث النهارده مع ضيفتي الكريمه، كل الشكر للاستاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج قناه الصحه والجمال كل الشكر لاستاذي الفاضل حمدي احمد مدير الاعداد كل الشكر لمخرجنا الجميل كل الشكر لحضراتكم مره ثانيه جيشنا الابيض احنا مع حضرتك ودايما بندعمك ودايما احنا واخدين بالنا من الامور الاحترازيه كويس قوي كل الشكر لقواتنا المسلحه المصريه الباسله امام كل عدو غاشم حفظ الله مصر جيشا وشعبا اشكركم مشاهدينا والى اللقاء